والحقيقة موضوع مهم جدا. يمكن احنا سمعنا عن توقيع البنك المركزي المصري ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، سمعنا النهاردة عن اتفاقية ثنائية لمبادلة العملة تتيح للطرفين مقايضة الجنيه المصري والدرهم الإماراتي بقيمة اسمية تصل ل 42 مليار جنيه و5 مليار درهم إماراتي. توقيع الاتفاقية يعتبر فرصة مهمة جدا لتطوير الأسواق الاقتصادية والمالية بين الجانبين، ده انطلاقا من حرص القيادة في البلدين على دعم العلاقات الثنائية في المجالات كافة، وأيضا العمل بما يحقق المصالح المشتركة التي تنعكس بشكل إيجابي على القطاعات التجارية والاستثمارية والمالية، وأيضا تعزيز الاستقرار المالي. طيب، يمكن ده الكلام اللي احنا بنقوله دلوقتي لحضراتكم، بس خلينا نتكلم فيه بشكل مبسط أكتر، نعرف يعني ايه المبادلة، مبادلة العملات، يعني ايه هذه الاتفاقية، انعكاساتها، كل ده هنعرفه من الخبير الاقتصادي دكتور وليد جبلة اللي معانا دلوقتي على التليفون. دكتور وليد، اهلا بحضرتك معانا في برنامج التاسعة. وبعد التحية، الحقيقة يعني احنا النهاردة سمعنا هذا الخبر، عايز اعرف من حضرتك يعني ايه اتفاقية لمبادلة العملة؟ اهلا وسهلا استاذه جمانة، واهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين. يعني خلينا نقول ان التبادل العملات هو شيء قريب من فكره المقايضه. المقايضه من الممكن ان تكون مقايضه سلعيه او مقايضه عملات. المقايضه السلعيه دي مصر طبقتها بالفعل، وكانت من اوائل الدول اللي وقعت اتفاق مع الاتحاد السوفيتي السابق سنه 1948، واللي قدمت له القطن مقابل الحبوب والاخشاب. لكن الانتقال من المقايضة السلعية لمقايضة العملات بيعطي مرونة أكبر، لأن لما بنبادل العملات الأمر بيكون يصلح لأن يكون هناك تبادل في السلع أو تبادل في الاستثمارات، بيسهل من عملية التدفق النقدي بصورة بعيدة عن الاعتماد عن الدولار. فهي فكرة الاعتماد على العملات المحلية دي بتخلق مجال أكبر ومرونة أكبر لعمليات التبادل التجاري. اللي عايز اكده ان مصر لها تجربه مهمه مع الصين في ديسمبر او ما بين نوفمبر وديسمبر 2016، تم توقيع اتفاقيه مع الصين لتبادل العملات معاها بقيمه 18 مليار يوان صيني مقابل نحو 46.2 مليار جنيه مصري خلال 3 سنوات. الاتفاق ده كان واحد من 30 اتفاق وقعتها الصين مع دول العالم. اذا عمليه التبادل، تبادل العملات المحليه ده شيء مهم جدا، ولكن بيحتاج لعمليات تبادل تجاري ويحتاج الى اساس اقتصادي. هذا الاساس متوافر ما بين مصر والامارات. مصر والامارات ما بينهم حجم من تبادل تجاري حوالي 5 مليار دولار سنويا، صادرات مصريه بنحو 2 مليار دولار سنويا، خلاف تدفقات السياحه والاستثمار الاماراتي اللي بلغ ضخه في مصر حوالي 28 مليار دولار حتى مطلع 2023. كل هذه الاجواء بضيف لحضرتك ايضا اجواء جديده، وهي ان الامارات ومصر انضموا لتكتل بريكس اللي بيشجع عمليات التبادل. ده كان سؤالي التالي لحضرتك يا دكتور، هل ده ليه علاقه بالتحاق مصر والامارات ببريكس؟ لا، هو ملوش علاقه مباشره، ولكن هو في السياق، يعني لان احنا اتاكدنا قبل كده ان بريكس هي مبدا، يعني هي تكتل بريكس هو تكتل مبادئ، لا يوجد منظمه معينه او اطار معين لبريكس، ولكن بريكس بتدعو الدول الاعضاء في بريكس الى تبني اليات لتبادل العملات المحليه. انا متصور ان هذا الاتفاق الذي تم بين مصر والامارات وهم اعضاء في بريكس اعتبارا من يناير القادم هو نموذج بمثابه نموذج قابل للتكرار ما بين مصر ودول اخرى من دول بريكس، على اعتبار ان الفلسفه واحده، وهذا الاتفاق الاسترشادي هيكون له دور مهم جدا ما بين مصر والامارات من جانب، حيث انه يؤمن توفير العمله المحليه للبلدين في المجالات المحدده للاتفاق، بما يشجع من عمليات التبادل التجاري وزياده الصادرات المصريه ويحفز حركه الاستثمار والسياحه ما بين البلدين من جانب، ومن جانب اخر هو نموذج يمكن تكراره مع دول بريكس اللي بتنضم اليها مصر والامارات اعتبارا من يناير القادم، واللي مصر والامارات بتقدم للتكتل، وقبل انضمامها رسميا في يناير القادم مصر والامارات بتقدم للتكتل نموذج ناجح لعمليه التبادل، لتبادل العملات بعيدا عن الدولار، بما يؤدي الى بما يجعل فعلا مصر والامارات بتقدم نموذج ناجح يعني جدا. زي ما حضرتك قلت يا دكتور، في سياق
مبادئ اتفاقية بريكس أو تكتل بريكس. طيب برضو عشان الأمر يكون واضح بالنسبة للمشاهدين، يعني ممكن حد يقول طيب أنا ده إحنا كمصر مصريين هنستفيد بيه إيه؟ يعني الوضع الاقتصادي إحنا بالنسبة لنا هنستفيد بيه إزاي فكرة توافر العملة المحلية وتدفق العملة المحلية، مع أننا على جانب آخر لسه في حاجة للدولار؟ هو لا غنى عن الدولار، يعني ما فكرة أن حتى الصين لديها احتياطي كبير من بكل تأكيد طبعا، ولكن فكرة أن يكون هناك مسار آخر، يعني حتى دول بريكس لما بتقدم بديل للدولار أو بتدعو إلى عالم ثنائي القطبية، هي لا تدعو لأن يكون هناك قطب يحل محل القطب الحالي، لكن فكرة أن يكون هناك مرونة وأن يكون هناك مسار موازي للدولار بصورة تؤدي إلى زيادة التعاون، يعني هناك تعاون بالفعل. أتصور أن من أهم الإجراءات أن لما بيكون دولة بتقوم بعملية تبادل ما بين دولة والأخرى، ده بيشجع عمليات التبادل التجاري، لأن لما الإمارات بتحصل من مصر على الجنيه ده بيشجع المستثمرين الإماراتيين أو الكيانات اللي بيتم استهدافها بالاتفاقية، عشان نبقى محددين أن هذه الاتفاقية في تفاصيلها بتكون بتستهدف استهدافات محددة، فهيكون هناك أثر إيجابي مباشر على تحقيق المستهدفات اللي بتستهدفها الاتفاقية من جانب، وأثر غير مباشر في مجال زيادة التبادل التجاري وجذب السائحين، والأهم أن هذه الاتفاقية قابلة للتمديد وللزيادة ما بين مصر والإمارات، وأن تكون نموذج استرشادي لاتفاقات أخرى مع دول أخرى في العالم. بشكر حضرتك جزيل الشكر على كل هذه الإيضاحات، الخبير الاقتصادي دكتور وليد جبلة، بشكرك يا فندم.